اهلا ومرحبا معاكم اخوكم سامي فرد من قناه سامي اف. في بعض المراجعين سالوا والمتابعين انه شو نحط حق الاي 5000 الاورينتال الجديد اوت بوت سماعات. انا عن نفسي اتعاون واحب اني مع الياماها. في سماعتين موجودات، الاول اسمه ستيج باس 600 بي دي، يتكون من سماعتين ويتكون من المكسر. قول لي محمد كم مايكروفون فيه؟ أربعة مايكات ممكن تحط. أربعة مايكات وفي إفكتات الديلي وديلي والرفب وهاي الأمور. كله موجود. طيب أشوفني علامة البلوتوث، شو معنات البلوتوث هذا؟ البلوتوث ممكن توصل بلوتوث برضو الموبايل أو. توصل الموبايل مالك. توصل موبايل أغاني. على السماعات على أغاني وعادي. على السماعة. طيب زين. السماعة الثانية يا جماعة اسمها ستيج باس 1K، هذه لو تلاحظون تي سماعة تحت ومعها العمود اللي هو هذا شو يسمونه السبيكر ماله والبيس تحت، وطبعا في ظهرها ورا ميكسر. طبعا بشرح لكم هاي السماعة، بشرح لكم شرح وافي. بالنسبة لهني السماعتين هذيلة يكون داخل موجود في الكرتون شو المعدات اللي موجودة، موجودة بعد اللي هي العصي، العصاتين اللي يكبون عليها سماعات. الستاند العصي تشتري لوحدي يعني موجودين هنا. اي واحدة منهم هذه بكم؟ ستاندات دي 300 درهم. 300 درهم مع الضريبة. 300 مع الضريبة. زين وهذه الثانية ولا هي نفسها؟ هي نفسها. نفسها، يعني هذه 300 وهذا كم سعره؟ تشتري اثنين وتشتري. زين هذا الستيج باس مع الضريبة كم؟ لو كم هذا؟ دوت 4500. 4500 ومع الستاند اثنين يعني بيستوي 4800 كله مع الضريبة. اه. طيب وهذا طيب هاي السماعة محمد كم سعرها؟ دي 4700 بعد الخصم مع الضريبة مع كل شيء. مع الضريبة وكله. طيب فيها بلوتوث؟ فيها بلوتوث. اه. طيب هاي عبارة عن سماعة واحدة والثانية عبارة عن سماعتين، على ما تحب الزبون شي يحب. طبعا هاي اخر واحدة نزلت من الياماها انتاج جديد، وبصراحة يعني وايد صوته رهيب وراح تشوفونه بروحكم. انا راح نفتح السماعة هاي وراح نراويكم مدى قوتها ومدى نقاوتها. يلا نفتحها. يلا نفتح معاكم الستيج باس السبيكر. بسم الله. يا سلام هاي من داخل. هاي الشنطة ها؟ تيجي معاها شنطة كبر. اوكي شنطة. هذا اللي هو اعلى السماعة، طبعا بيكون موجود الكتالوج، هذا الكتالوج مالها مع الواير. واير هذا طبعا فيه اشياء بعد داخل هني. شوف تعال معايا خلي يشوفون هذه السماعة من داخل. شوفون كيف. طبعا تعال معايا هاي السماعة من داخل. لاحظوا هذا المكسر. كم قلت لي كم مايك؟ أربع مايكات. وعندك الريفب، الإفكتات، الفلات. زين. وفي عندك المايك. شوفوا المايك هذا 1 2 3 4. زين. نطلع السماعة. لحظة نطلع السماعة. ايوه. يلا هذه السماعة طلعناها من الكرتون. لاحظوا سماعة واحدة. الحين اسجل. زين هذه طبعا السب ووفر البيز. البيز تعال لو سمحت شوفوا داخل هني. هني بيركب العمود الطويل اللي هو اثنين، عبارة عن بس للتطويل، والثالث بيكون السبيكر اللي هو فوق. طبعا هذا الميكس مثل ما راويتكم. شوفوا ورا هني هاي الكونكشن، هاي كلها حق المايكات ومايكات هاي كلها، وتحت طبعا الاون والاوف. طبعا لاحظوا معي هاي العمود، هذا عبارة عن فقط للتطويل، يعني ما في شيء غير. شوفوا بس للتطويل. عصاية بس. عصاية خالية. وهاي الثانية بعد عصايه خاليه.
لحظة الطريقة هاي بطلها هاي تركب بالطريقة هاي يعني ما يبقى طبعا هالعصايتين للتطويل فقط بكل سهولة ما بس ما يباله لا وايرات ولا شيء ها حطه كذي خلاص ركبت فوق شوف هالكونكشن مع هذه خلاص نفس الشيء السبيكر هاي السبيكر لاحظوا معي هاي السماعة شوفوا اللي تحت سوبر ووفر وهاي السماعة 10 سماعات صغار داخل ها تخيلوا هاي السبيكر اللي تشوفونها طولها من هنا لهني 10 سماعات داخل 10 سماعات وهذه هي اكتملت هذه السماعة مثل ما تشوفونها وخفيفة جدا السوبر ووفر مع هذا مع ركبها الحين عشان يسمع الحين راح نوصل الكيبورد اللي هو سواء كان الـ A5000 بجميعه في عندكم ورا هني في عندك المين اوت في موجود عندك ال ورايت تحطه فيه ال والرايت مع بعض توصل هذا الواير اللي هو الاوتبوت وتيجي هني في السماعه تحطه في اول اللي هو الكونكشن بالطريقه هاي زين بعد ما مدينا الواير وحطيناه وشغل وديناه وحطيناه على السماعه وشغلنا السماعه وكذلك حطيت لكم المايك عشان بعد ما حد يسال يقول والله المايك كيف صوته في السماعه ركبنا المايك مكان المايك والمايك هذا موجود اسمعينا خلينا نبدا قبل اسمعوا صوت اللقاء اسمعوا صوت اللقاء على السماعه حطينا وحده بنسمع معاكم صوت السماعة كيف؟ أنا بحبك يا حبيبي والحين راح نسمع معاكم صوت المايك أنت يا حبيبي أنت يا طبعاً سوري على صوتي أنا مش مغني أنا أغني راب يعني مثل ما يقولون عندي أغاني راب خاصة فيها بس الأغاني الجميلة هاي اللي هي هاي تحتاج أصوات جميلة جداً وأنا صوتي ما يصلح للغناء يعني المهم أنا وضحت لكم اللي سألوا عن الأوتبوت شرحنا لكم السماعات شو فيها من مميزات وصلنا لكم الكيبورد على السماعة وخلاص وطبعاً كل شيء بيكون واضح إذا أنت بشخصك وبنفسك جيت وجربت هذا الشيء قدامك وإلى اللقاء